سيتكوم ديال سيرجي جيب داركم، هي ملكة، ملكة لا مامون ديال اللي غادي يشوفها الخطاب. هاد ملكة مفروقه مع الراجل، مطلقين وجات تحضر لك العرس ديال بنتها. المهم كتجي واحد الحدث اللي كيخليها تطول ديك المده، واحد المده طويله وقف ديك الدار اللي كانت خرجات منها شحال هادي، فرقات مع داك الراجل، كتلقاه مجوج مرا خلاص صغيره زوينه وهذا. المهم كتدخل كتبدا داكشي ديال الغيره، واخا مفروقين ولكن تعاود يفيق عليها كلشي، الندم، شحال الحويجات. واخا هي بعض المرات كتلقى راسها بانها ما هي عايشه مرتاحه، ولكن داك الشعور ديال المراه بجهه وحده اخرى اللي مستغل اللي قاعده في بلاصتها كيكون تاثر عليها. على بزاف د الحوايج لانه لا علاقه بفاضله وملكه، بزاف تاع الحوايج زعما فضيله العاديه مرا شكون راسي اللي بقدر كان. المهم انا عزيز عليا المعقول وجود وما عنديش انا قوه الطرو، عرفتي فهمتي. هذا ولف عادي، طبيعه كبرنا بها ملي كنا صغار حتى كبرنا عادي. فنان اللي كنعتبرو خويا ماشي غير ممثل. رمضان من الايامات المباركه عند الله، وعندنا عندنا حنايا لانه فيها تقرب كل شيء لله، الاجواء الروحانيه كلها هي من قراءه قران الصلاه. المهم تنوليو كل شيء شادينو بجديه، ما فيش لا سير حتى ولا تنسالي ولا كاين اوقات معينه كيخصك تنوض ودير التراويح ديالك يوميا، كاينه قراءه على هذا القران كيخص يكون واحد الخاتم ديال مصحف الله الكريم، كاين بزاف ارتباطات تتصالحوا مع روحنا والتقرب الى الله. الله يتقبل جميع المسلمين. كاين الاوقات اللي بعد ما تكن لان الظروف كي قلت لكم زعما باش ما نكذبوش، لانه كاين الا كان التزامات راه مايمكنش نتفرج في كل شيء، ولكن كاين شي حويجات اللي تنخلى حتى من بعد تنعاود نرجع تنجبد فيما كانت شي حاجه كانت فلتت ليا ولا شي حاجه، كنجبد الريبرتوار ديال رمضان كنبدا كنشوفو على خطر. من بينك لانه التمثيل موهبه، راه قبل ما يكونوا لا معاهد لا يديك لا يخليك، كاين الفطره، كانوا الناس اللي كتعرضي بعضياتهم، كانت الناس وليدات اللي كي تتبرز المواهب هو في وسط عائلته في وسط صحابه الى حتى كيش تطريقه. هذه طريقه كيف سهلت على المواهب، غير هي كيف سميتو، راه كاينين الناس اللي تستاهل تدخل وتكون معنا ومرحبا بها، وكاينين الناس خصها ترقي شويه من دوقها في عرض الحويجات اللي هذا، وتحاول تمشي شي حويجات اللي هي هذا. واخا راه كلشي عنده جمهور، راه ما نكذبوش على راسنا، الزين والخاين، راه ما كاينش شي حاجه كتبرز وتطلع وتبان الا ما الا كان موراها الناس اللي كيدعموا هذاك الشيء خصو يبان. وحنا راه سيرين واللي بغى شي راه كيمشي. السلام. مع الاسف هي كاين بعض بزاف تاع الفنانين اللي غابرين على الساحه. بيني وبينك نتمنى ان شاء الله باش يكون واحد نمشي الذاكره، وكاينين الناس اللي ممثلين كانوا واعرين نشوفوا اشنو اصل بعد اشنو غيابهم، اللي مريض يكون الناس يكونوا في جنبه، واللي هو صحيح وكيكتم كل شيء في خاطره راه خصنا ندركوه قبل ما لانه هذيك راه تتركب على حالات نفسيه اللي صعيبه وبزاف عاد. واللي لاش نقول لك، هي المهم الانسان ما يتنساش والصفي، هذا هو المهم. المسرح كان المسرح وبدايتي من المسرح المدرسي، واستمرت حتى دخلت المسرح الهوات. زعما انا من نهار عقلت على راسي عزيزي كي قلت لك، لان الموهبه فطره، راه ماشي كتجي، راه تتلقى بشي بنيته ولا شي حاجه في شي حد في شي دار وكتبرز فيه شي حويجات
فهمتي باينه واضحه. الا ان المسرح المدرسي زعما حسيت براسي بانني عندي المام بعدا، والاساتذه ديالي هما اللي نصحوني، وهناك كان بعض الاساتذه اللي كانوا مشاركين في جمعيات ديال مسرح الهوات، وهما خدوا بيدي حتى وصلت. الله يرحمه اللي مات يا ربي وطول العمر اللي بقى يا ربي. الله يتم بقى على خير يا ربي، وكتمنى السعاده والنجاح لجميع المغاربه الوليدات يا ربي. الله يوفق الشباب، الله يوفقهم، الله يوفقهم، والله يرحمنا بالشتا، والله يجعل ربي يرحم كل من مسلم كاين على الكره الارضيه. يرحم يا ربي للناس اللي عايشين مآسي، والناس اللي هذا الله يوقف مع الجميع.